ضيفتي الاولى هي فنانه تونسيه عزفت كمانجا، تعرفت برشا بالفيولون تاعها اللي ديما مرافقتها وين ما تمشي، دونك ديما صاحبتها لانتيم، خلينا نقولوا الكمانجا بيان سور عرفتوها، فما كان هي ذا اللي في تونس اليوم هيمنه على الساحه اللي خلينا في الاختصاص هذايا. مره وكان ياسمين عزيز، مرحبا ياسمين. ميرسي بوكو، مرحبا، ميرسي. ظاهر عليك التعب جيماجين اللي برشا ستريس وبرشا برشا بريسيون. غدوه ان شاء الله العرض باش يكون اي غدوه العشره نتاع الليل في الامفيتياتر نتاع حمامات. دونك انا ياسر فرحانه اللي جات لي الفرصه باش نوري للبروجي الجديده نتاعي جاسمان دلافريك. جاسمان دلافريك اي في حمامات في دون ان كادر مانيفيك في بلاصه تفتق فيك بوكو ديستوار. واخر مره اللي عزفت فيها اللي عملت سبيكتاكل نتاعي سيتي ان 2014. دونك مدايده عندك بيريود كمان. عندي بيريود دونك هذايا الفرصه اللي باش نرجع وين نقدم فيك. قلت لي انت تقريبا وحدك في الميدان، مره وكان ياسمين عزيز عزفت الكمانجا في تونس، فما رجال محمد الغربي فما غيره، لكن في تونس فما كان ياسمين عزيز. هذا يفرحك ولا يقلقك؟ تحب على المنافسه ولا تحب وحدك ياسمين؟ شوف انا ماذا بيا فما اكثر نساء يعزفوا على كمانجا، فما شويه فما امينة صارفي باغ اكزومبل اللي هي اما انت اكثر ظاهره في الساحه والاضواء عليك اكثر سو لي بروجيكتور. ماهيش كيف كيف خاطر امينة صارفي عطيها الصحه، ما هي اكبر مني سا سي فغي، وتعمل في الموزيكا كي بوكو بلوس كيفاش نقولها ال ريسبكت بوكو الموزيكا القديمه، فهمت تونسيه وكل شيء وعطيها الصحه. مي وقت اللي انت تقول انت ظاهره برشا في تو سكي بالك شي لي ريزو سوسيو سي سور، ونعزف برشا للبرا وموزيكتي نعرفها جون مودرن ان بو نتاع موزيك نتاع توا معناتها دونك موزيك الشباب خلينا نقولوا لا نوفيل جينيراسيون اللي انت اليوم يمكن في عمرهم تمثلهم. شنو اللي يخلي يمكن ما فماش عزفت كمان كيما ياسمين عزيز؟ علاش ماهمش ظاهرين كيفك؟ شنو اللي يخليهم؟ ترى شنو ولا من انا جو بونس حاجه جديده ديجا اللي فما اكثر انسي يعزفوا في لي انسترومون في تونس. هذه حاجه خاطر سي نورمال، هذيك كانت للمونتاليتي نتاع التوانسه قبل، سيتي لي فام هم يغنيو والرجال يعزفوا. وي هكا ولا دونك بديت تبدل بشويه بشويه افيك لو تون، انا بلان دي فيلونيز بلان دي فيلونسوليست وكل شيء، وبرشا انسي يعزفوا على العود والدربوكه و كل شيء معناتها لي انسترومون تو لي انسترومون. دونك مي جو بونس بدينا مخر توانسه معناتها في تونس بدينا مخر شويه، وقاعده نشوف في اكثر برشا فيولونيست طالعين زاده قاعدين يعملوا في لي امبروفيزاسيون وكل شيء. مي لازمهم يفهموا والناس كل لازمهم يفهموا اللي هي صعيبه برشا راه ما تنجمش تنجح في نهار، هذايا سي فريمون ان باركور طويله برشا. انا بديت نعزف سور سين عمري 14 سنه وقت اللي بديت ندور معناتها في الخارج ونعزف في تونس ونعزف في بلاصه الكل. بديت صغيره نعزف سور سين وهكا تشوفني انا جي 31 نو اوكي معروفه شويه وكل في تونس، ما مانيش معروفه كيما نانسي عجرم، مش معروفه كيما لوسي بوشناق، فهمتني؟ اللي هما عندهم دي ثقافه الموسيقيين ما زالت ماهيش ولات معروفه برشا في العالم، في العالم العربي ولا في العالم الغربي، ما زالوا ما ولاش ستار العازف. ما نعرف شنو معناها ستار، هذا ستار تو تي غولاتيف، معناتها انا موزيكتي ماهيش كيما موزيكا نتاع جاستن بيبر ولا مادونا ولا ليدي غاغا. اوكي انا نعرف موزيكتي سي بوكو بلوس بور لي ميوزيسيان، العباد اللي يحبوا لا ميوزيك انسترومونتال، عددهم محدود ليميتي. ليه ماهيش ليميتي؟ سي جوست فوا اخر، فهمتني؟ مش فرد مش فرد ثنيه، خاطر انا مانيش قاعده نعمل في الموسيقى لي كوميرسيال نتاع عرفت في تونس، مش في تونس، في بلداننا الكل عندنا ديز اوزين نتاع موسيقى، عباد يخرجوا في اللي هيت نمبر 1 نمبر 1 نمبر 1، فما وقت تسمعها ما فما حد شيء. شنو اللي فيها؟ فما ميلودي حلو برشا، نو اللي دي ميلودي كي ريبيت ريبيت ريبيت، بيبي 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 او بيبي 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 او وفما 24 بيرسون اللي كتبوا الغنية هذي 24 بيرسون ولا درق هذي نو سي هشمة معناتها. دونك انا نحاول نعمل هكا الكرياتيفيتي ومرأة ومرأة تونسية نازفة على كمانجا ولا ميوزيك اللي فما غني وكل شيء مي بلوتو انسترومونتال. انا نحب فوالا je veux inviter les gens à écouter ce genre de musique là pour montrer راه
يزيد لافاج دو سيرفو لافاج دو سيرفو راه بالنسبه ليك يمكن الموسيقى الكوميرسيال اليوم قاعده تغسل في ادمغه التوانسه ولا حتى في العالم ما هيش الموسيقى الصحيحه ما هيش الموسيقى اللي فيها الذوق وبن خلينا نقولوا مش كيف كيف فما موسيقى لاغ دو لاغ وفما الفلوس وحتى واحد ينجم يقول حاجه انت تخدم للفن معناتها تخدم للفن مش للفلوس انا نخدم للفن مي بيان سور انا كان حبيت نولي جو غاني 1 مليون بار جور نمشي تو نشطح بالبيكيني سور سين وبالكمانجا ونعزف لك دي ريبريز نتاع جاستن بيبر وتايلر سويفت نعمل لك جاني سمانا شيك 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 فهمتني تو تشوف مي هذايا Je dois être honnête avec moi-même. أنا قرايتي كلها موسيقى. أنا franchement جاتني فرصة كبيرة كيفاش مشيت وقريت في لندن dans les meilleures écoles du monde في أمريكا وكل شيء. Je dois respecter mon art ou le talent, l'univers عطاني un talent. لازمني نوصي un message. فهمتني نحس لي فما responsabilité كبيرة باش باش نخلي العباد عندك رسالة. شنو عندك رساله معناتها رساله ذاك ريسبونسابيلتي اي رساله معناتها تحب توصلها ام ميساج تحب توصله للناس أي. من خلال الموسيقى نتاعك من فنك دونك ما تحبش تتبع الموجه ما تحبش تتبع القطيع وفما برشا توينسا زاد قاعدين يعملوا في فرت حاجه كيفي راه قاعدين يشدوا صحيح ويقول راه اون ريست كرياتيف مانيش باش ناخذوا نعملوا في الموسيقى فلوس باش نعملوا وان شاء الله بيان سور بالموسيقى اللي تحبها وفلوس ما احلاهم مع بعضهم نفهم منك يعني ياسمين تختار موسيقتك بالكعبه مش اي موسيقى كما قلت انت تنجم تختار الحل الاسهل تختار موسيقى تبيع بلغه الارقام تعمل لك نومبر دو فيو كبير اما انت هذا بعيد عليه ما تحبش انا نحب نعمل ان شاء الله برشا عباد يشوفوها برشا عباد يحبوها وكل شيء Mais je dois être honnête avec moi-même et honnête avec le public. Je peux même chercher notre cas là-bas. D'abord, Yasmine, nous sommes femmes philobnènes, femmes des violonistes. كما جويل سعادة كما حنين العالم قاعدين يعملوا في نومبر دو فيو كبير برشا دي مليون دو فيو شنو هو يمكن اللي يخليهم هما يتشافوا اكثر من ياسمين عزايز انا نحبش نغش الشعبي سيلش سيلش خلينا فرق قلايبك خلينا نسمعوا شو في لبنان عندهم دي ميزون دو ديسك عندهم دي فورماسيون فما دي برودكتور فيها فلوس فيها فلوس اي واحد في لبنان ينجم يجيك وحده مسكينه ماهيش مزيانه برشا وسمينه برشا وماهيش ذكيه برشا يقول لها انت باش نردك ستار باش يعملها شيرجي باش تعمل ريجيم باش تحط اوتو تشون على صوتها واحد باش يجي يكتبوا لها غنيات واحد باش يحط برشا فلوس في الكليب برشا واش فهمتني ومن بعد باش تطلع ستار سامحني نانسي اجرم كانت مزيانه قبل كيما توا عمليه التجميل تقصد انت ساعه باش ما يتغشوش عليك السمان اللي بدا تبدا روند يقولوا عليها مزيانه يتغشوا راه فما ما قلتلكش روند ما عليهم ليه ما عندي حتى مش ليه ماهيش روند راني نعرفهم كيفاش يخموا نعرف ليه سبونتاني تحكي على ليه سمينه وروند ما همش كيف كيف جمله بالنسبه لي انا ما همش كيف فما ماكينه تقصد تخدم فيها اي معناتها ما تنجمش تقول لي كيم كارداشيان وكوين لاتيفا هما اسمين سامحني سي دي فام روند افيك ما احلاهم دي فورم وكل شيء نحكي لك على اوبيس اي باش نحكي اوبيس باهي نجم يردوها ستار خاطر فيها الفلوس فيها الخدمه فيها درشني مالوغوزمون في تونس ما عندناش هذايا برشا عباد يحب يوصلوا وكل شيء مي لازمهم يعملوا كل شيء وحدهم وحدهم بالكشي عندهم دي بوتي برودكسيون بالكشي عندهم دي مانجرز انا اعطيني وحدك ما تنجمش توصل صعيب تنجم مي سي ان غالير علاش ما اخترتش تمشي للبنان باغ اكزومبل غادي اسهل لك بيبان محلوله قدامك موهوبه عندك بيبليك نتاعك عندك الناس اللي تبع فيك علاش مشيتش للبنان انا تعرف شنو خممت فيها قبل مانيش باش نكذب عليك خممت فيها قبل ومن بعد قلت مي ومن بعد باش تحس روحك انت تو تخيي طون باي فهمت معناتها انت خاطر تونس ما عاونكش لا عاونتني تونس مالوغوزمون ما عناش فرد سيستم احنا اقل لبنان مش كيف كيف فهمت مي قلت اوكي نشد صحيح باش ننجح اوتون كو فام تونيزيان مش خاطر مشيت للوبين وان بلوس مانيش لبنانيه
تنجم تمشي غادي كما برشا فنانين يغنيوا يمشيوا ينتشروا عربيا غادي ومن بعد يرجع لتونس يكون ستار فنان كبير وينجم يزيد لتونس وقتها اكثر. انت ليه اخترت انك الصعيب حربية يا ياسمين ظهر لي؟ لا مش ولا مانيش حربية ولا خممت فيها قبل، مي وزيد باش نعاود نقول لك راه كان نعمل حاجة باش نعملها بالموزيكتي أنا وكان نعمل دي ريبريز وكل شيء سوا اتخ ميز أرانجمون أ موا تخي كرياتيف، ومانيش باش نمشي نعمل حاجة كيما حكينا توا سهلة برشا نتاع نمشي نعمل une musique li ma anda hatta valeur ma anda 2 ans dans 2 ans واحد باش ينساها الغنيات الغني قداش فما من نمبر 1 هيتس لي حتى ما عادش ذكرها. انا حاب نعمل موسيقى نتاع تاع ذا فيوتشر واحد ينجم يسمعها توا وميم دون 50 ans يسمع يقول واو سي مودرن سي انتريسون. وصلت عملت حتى ال 50%؟ شنو وصلت عملت حتى ال 50% الموسيقى اللي باش تقعد حتى للمستقبل؟ اي هوب سو ان جور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ما واحد يعرف روحه كمان. انت بالنسبه ليك حلمك قاعده تحقق فيه وين وصلت في البورسنتاج؟ اعطيني بورسنتاج. 1% مازال او لا باش 5% صعيبة برشا مع روحها ياسمين، صعيبة برشا مع روحها. كان مانيش صعيبة مع روحي مانيش باش نوصل. وانت طلعت على مسرح كارتاج؟ وي وعملت عرض ناجح فنيا جماهيريا زاده كيف كيف. بالنسبه ليك انت محظوظه كفنانه تونسيه، تونس عطاتك الفرصه انك تطلع على كارتاج. انا راو جو سوي تري كونتونت اي تري فيير كيفاش عطاوني الفرصه، وبرشا عبيد قالوا لي ياسمين ما حسش روحك صغيره باش تعمل كارتاج. هذا قبل كارتاج دونك تي ماجين الستريس اللي جات لي قبل كارتاج. دي جورناليست يقولوا لي ما تحسش روحك مازلت ما عملتش باركور طويله، ما تحسش روحك انت صغيره، ما تحسش روحك موزيكا معناتها شكون باش يجي يسمع الكامانجا مش يحب يسمع مغنين وهكا. لا بروف كيفاش برشا برشا عبيد بريسك كومبلي برشا عبيد جيو بور ديكوفرير باش يسمعوا الموسيقى. دونك هذاك وقت اللي قلت تعرف شنو جي دليسبواغ في تونس ولا بالحق معناتها عطيهم صحة. مازال فما ناس تحب تسمع الموسيقى البنينة؟ فما برشا ما فماش مازال مازال فما برشا قبل وتو. كي نشوفوا عروض ياسمين تخدم على الشو، تخدم على الموسيقى، تخدم على زاده دي دانسور يكونوا حاضرين معها سيغ سين. يعني تخمم في الايماج، تعرف اللي اليوم الببليك يحب زاده يتفرج على عرض كامل متكامل بالصوره بالاضواء بالكل شيء، تخمم في الديتاي الكل. صحيح. هكاك الفيولون تاعك ما توليش هي المهيمنه على العرض، ما تتغطاش شويه، ما تتخباش في وسط الاضواء ذيكم الكل. انا راي العكس، جو دون du valeur فهمتني mon violon. انا خممت كان انا باش نعمل ساعه ونص نتاع فيولون 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 يولي ما عادش امبرسيونون. واحد ينجم يحط سي دي، واحد يجي يخلص تذكره باش يجي ويتفرج على سبيكتاكل يحبوا ان شو هذاك شنو اللي يحب معناتها هو هما يحب يشوفوا لي لوميير لي تروك كرياتيف بوتيتر دي دانسور بوتيتر ما فهميش فهمت. دونك انا كل مره نعزف على الكمانجتي انا نحب الناس الكل يقولوا واو فهمتني، خاطر إلي دي بريك دو دون ما تنجمش تعمل كونسير كامل كلها كيف كيف. نحكي لك على توا افون سيتي با لا ميم شوز. يقلق شنو يقلق اللي جاي يتفرج؟ يقلق يسمع موسيقى كهو سي با دو يقلق هذايا يعمل الاكثر واو. هذاك ديما نحب ليتاب اليوم بعدها نجم اي واحد ينجم يجي يعمل سبيكتاكل كامل نتاع غني باركه وكل شيء، مي وقت اللي تحط جوست لو تروك سبيسيال حتحط شويه كمون ولا فيح دي زيبيس دي زيبيس مي سي سا تحط شويه دي زيبيس تولي حاجه اخرى بالنسبه لي. ولي زيبيس هذوما موجودين في جاسمان دو لافريك باش تكون ظاهر لي موزيكا افريقيه من جذورنا. عندك الرساله اللي انا نحكي لك عليها، حب تعرف على القاره الافريقيه اللي احنا منتمين ليها. Exactement, avec elle, on a habité normal un projet pour réunir l'Afrique. Femme, ni quatre saat, ahna ninsew li ahna متفاهمين ahna في المغرب. Mais منش en Afrique, on a des pays magnifiques بعدين راو معناتها. واحنا ديما نعملو séparation متاع اوكي هو من بلاد هذاك هو سي ان افريكان احنا شنيا احنا on est dans quel continent. اوكي on n'est pas d'origine من سوب سهران سهران سامحني
Mais on est en Afrique. Donc, avec les chemchites, tu as fait recherche à la musique de Mali, de Sénégal, de Soudan, ou Barcha Blanc. Donc, je vais te faire les gens qui ont fait des choses, je vais te faire des choses, je vais te faire des choses. Et par exemple, Andy René, ma chanson, Raja Hlo Barcha. و فيها سي اون ميلودي تنجم تقول شويه انسبيري هكا مغربان شويه الميلودي مي ما فما الريتم من السودان فهمتني الي ان ريتم ان بو سوداني دونك هذاك شنو حاولت نعمل فيوجن ودي مارياج انتر بليزيور اسبي حاجه مزيانه برشا نتصور باش يكونوا معاك دي دانسور باش يكونوا كيفاش احكي لي اكثر على العرض ياسمينة ما قبل ما تحكي لي نخرجوا فاصل صغير وراجعين كما جيت 45 دقيقه قلنا باش يكونوا فما دي دانسور من الافريك دونك باش يكون شو كامل متكامل وباش تهزنا للبلدان الكل اللي موجودين في القاره الافريقيه هكا ولا ان شاء الله هذاك شنو حبيت نعمل يونيفيكيشن نتاع الافريك والمغرب والمغرب في افريقيا معناتها نحلوا المغرب والجزائر كل Ou voilà, donc je vais ramener des danseurs, ils sont Omoja. Omoja. Tayara, à l'akhir, j'ai fait quelques vidéos, ils dansent partout, un peu partout, je suis trouvé barcha blaise. Donc, je vais leur donner une renette, et je vais leur dire, ok, je vais leur donner une renette, ils sont très spéciales, et ils vont faire tout ce qu'ils vont وباش نغني اول مره بتونسي اغنيه بتونسي باش نغنيها اللي هي تحبش تقولها ولا نو نجم نقول هي موجوده على يوتيوب خرجت فما شهر ونص ولا حاجه اسمها بلي بيك باش نغنيها وفما دو تخوا شونسون ان فرونسي وفما بالانجليز وفما انسترومونتال دونك كوكتيل مزيان باش يكون موجود في عرض ياسمين عزايز اللي باش يكون غدوه ان شاء الله في الحمامات وديجا احكي لي عطيني النوفيل اللي جاتك توا ظهرلي ولا قبيله شوي شنو هو؟ وي فما ديجا شطرت ساكر ديجا بعت je suis très contente خاطر ميم با 24 اور قبل الحفله وسايبوا التذاكر حطوا التذاكر il y a pas longtemps في الجيشي دونك je suis très très contente merci beaucoup دونك بربي الناس الكل ما تنساوش باش تاخذوا التذاكركم ما نحبش ناس من بعد يجيو قدام الباب وما فماش التذاكر ومن بعد ils vont être malheureux وكل شيء باش نقول لكم بربي هكا تعرفوا من توا بليز كام اي سا مي في فريمون بليزير اللي العباد يحبوا يجيو يتفرجوا عليك احنا زاد نفرحوا برشا كي يجيو ويتفرجوا عليك ويستمتعوا الموسيقى المزيانه باش تكون موجوده زادا في فما عروض اخرين بار حمامات ياسمين بور لو مومون عندي كان حمامات هذاك علاش انكوراج فريمون لي جون باش يجيو يتفرجوا عندي حاجات زادا لبرا با انكور كونفيرمي خاطر فما المشكله تاع الكورونا دونك مي ان شاء الله ابخي الكونفينمون والمشاكل الكل في العالم باش نجم نمشي نعزف في البلدان الاخرين ان شاء الله ان شاء الله ياسمين نمشيو مع بعضنا الكويز ستار تايم ياسمين عزايز كويز ستار تايم ياسمين بخلاف تحب الموسيقى وتحب الكمانجا وتحب الغناء وتغني تحب زاد الكلاب حيوانات اون جينيرال حيوانات اون جينيرال وديما نشوفوك تحكي وتدافع على حقوق الحيوانات ما نجمش ما نسالكش على اللي صار في جربة ما نعرفش اسكو سانت القانون اللي طالبوه برشا فنانين منهم نجيب القاضي عائشة بن احمد انهم يعملوا قانون يحمي الحيوانات وي franchement احنا حشنا باش نعملوا un mouvement كبيره pour aider les animaux en Tunisie inchallah ils vont mettre un loi en place pour les aider خاطر توا franchement فما برشا عباد وقت اللي تكلم البوليسيه ولا municipalité ولا حاجه تقول لهم اوكي فما عباد ولا عبد qui est en train de maltraiter un animal فما برشا يضحكوا عليك نقول لكم اوكي يعني مروحه مش نرجع نقول مش موجوده برشا في تونس ما يمكن ما يقدروش الحيوان ولا يحسوا حيوان يقول لك لا عنده لا روح لا ماهوش كي الانسان بالعكس هو حيوان يحس ومن حقه انه ما تضروش ابسط حاجه شوف المونتاليتي هذايا قديمه برشا
قديمة نورمالمون ما فما ما فماش مونتاليتي هكا جملة مي نحسها هذايا ياسر قديمة وهكا العالم اللي اون تران دو اتر بلو مودرن والناس اللي سون بوكو بلو سونسيبل وهكا تشوف اللي دي اسوسياسيون بارتو دون لو موند وقداش يقدروا للحيوانات حاجة مش نورمال معناتها انت تضرب كلب في فرنسا ولا حاجة يحطوك في الحبس سمعت اللي فما برشا طالبوا انهم يقاطعوا جزيرة جربة بسبب الاسلحاثة اللي صارت نتاع قتل الكلاب في جربة سيتي horrible شنو اللي صارت وانا جيت ان كونتاكت مع منو نكيا وقتها تبعث لي في دي ميساج فوكال خايفه على الاخر نتاع معناتها قلبي تاح قلت واو كيفاش وقت اللي انت تسمعها في الراديو ولا في التلفزه ما تحسهاش وقت اللي انت تعرف العبد اللي غاديكا كيدنابينغ غاديكا اي سي دو لا مالتريتانس سي دو ان ماساكر massacre les et c'est dégueulasse je m'en fous qu'un enti t'aime les animaux ou le matabomsh ça c'était la cruauté dégueulasse horrible tu imagines ouais dis-moi chez l'orphelinat ouais moi chez yurt le zgar le colradi bref imagine l'autre ben l'autre non ça m'a rien l'exemple mais avec qui fait la bête les habou الحيوانين حيوان هذاك كيفاش يحسوا رواهم راه معناتها انا وقت اللي حكيت مع دي زامي موا من الخارج هما ايزيتي كومبليتمون شوكي وانا قلت لهم راهو لي مونستر هذوما نو ريبريزونت با مون باي وجاري با لو حبيت نسالك سا سي لي مونستر هذوما ما نحبش نقول انا ميم با نحب نقول لي هما توانسه بالنسبه لي هما ماهمش توانسه هما يجيو من حتى بلدان هما جايين من ارنو من بلاصه خايبه برشا و فوالا حاب نقول للتوانسه اون اي با كوم سا اون اي با كوم سا وان شاء الله برشا عباد يجيو دي توريست سنه لتونس سي تري تري امبورطون ونمشيو لجربه سورتو على خاطر مش اللي صار في جربه ما عندها حتى علاقه بالناس اللي تسكن في جربه ونحن نحبوهم برشا وجربه بلاصه مزيانه برشا ونمشيو لها ان شاء الله يكون لك عرض غاديك ان شاء الله عرضت غادي ولا انا وي عزفت غادي كقبل مانيفيك عملت جربه فيست وعملت شو اسمه جربه فيستيفال هذاك اللي على البحر غاديك مانيفيك باه ياسمين ما بين الحاجات اللي انت قلتهم هذا كان ظهلي مع هيدي زعيم قلت نحب نعمل حاجه مع سواغمان اللي ربي خلص وحلو مع سواغمان معناها انا بهت شوي ياسمين عزايز وسواغمان تخيلتكم في بروجي مع بعضكم كيفاش تجي هذه؟ باه اوكي لازمنا نحط كل شيء في بلاصتو الكونتكست باه وقت اللي قلت الكلمه هذه انا وقتها كنت نعرف سواغمان فهمتني ريتو مره ولا مرتين في التلفزه ولا في يوتيوب وضحكني قلت شنو الكاركتير معناتها منين جاي الراجل اسكو سي لوي اسكو سي ان بيرسوناج اسكو معناتها كان جاي هو سي ان بيرسوناج حبيت نقول كيما ساشا بار نتاع بورات عرفتوا بورات بورات إلي ريديكول يضحك فهمت مي لاكتور إي نيبا كوم سا دو تو ماهوش هكا جمله هو ياسر ذكي وكان قلت بالك شي راجل ياسر ذكي وعامل بيرسوناج هذا دونك ضحكتني الفجر قلت اوكي بالك شي نجم نعمل انجو حاجه سامباتيك انا جو جو دو فيولون ونعملو اراب كيفاش احنا عندنا دي زاكسون ان بو هكا ديكالي حسيتو شبه لك شويه في الاكسون ليه نحكي خير برشا سوا لحكيكا حب نقول لك اي ليه خير شويه ربي خالص واحد سوغمان مي اون بعد صارت برشا مشاكل ودخل البريزون وطف بعد قلت لو كان ما دخلش للسجن كان ينجم يصير حاجه بيناتكم غنايه كان هو يطلع ولا طلع خاطر تو اوكي معناتها سي با فريمون كان ما طلعش لا ياسمين كان ما دخلش للحبس كانت نجم تصير حاجه بيناتكم بروجيكت سا ديبون سا ديبون او فيلينغ كيما قلت لك كان خممت نتقابلوا وكل شيء بور فوار اسكو قادي يمثل ولا هو حكي حبيت تكتشفوا من قريب كان هو قادي يمثل افيك بليزير كان هو هكا امبوسيبل بالحق دونك كان يمثل اوكي ماهوش يمثل ليه خاطر لازمك ياسر ذكي باش تعمل للشو هذا الكل اي سيفا باش تكون اي لي برجو لي لازم نستنى ان شاء الله يا ربي يخلص وحلو ويخرج من الحبس وتتقابل انت وياه وتكتشفوا عدم النكليك انا من حسب الناس اللي نسمع منهم يقولوا اللي هو هكاك ظهر هو هكاك لي كوم سا
لا فما شوية كيف الحكاية امبوسيبل. لا لا فما حاجة إلا كلك... لا 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 ما فيهاش. باهي ياسمين سمعني حاجة من عندك. بيان سور افيك بليزير. باهي هاي باش تجيب لنا صاحبتها. صاحبتك؟ صاحبك. علاش صاحبك مش صاحبتك؟ ديما الطفلة تحب صاحبتها انتيم طفلة. انتي تحب ليه صاحبك الانتيم يكون راجلة؟ انا كما قلت لك هذا يا صاحبي. صاحبك اوكي اوكي من غير ما نناقش هامل. What should I play? برافو ياسمين برافو برافو يعطيك الصحة ميرسي بوكو يعيشك ميرسي بوكو اللي جيت بحثينا اكتشفت فيك شخصية ياسر سمباتيك محليك برشا والله العظيم نعاودوها مرة جاية تجي تقعد بحثي بالقدي بالقدي نحكي بيان سور افيك بليزير ديزولي اللي جيت مخر شوية حبيت نقعد أكثر برشا معاك وقداش سمباتيك يعيشك انت زادة نشكروا بعضنا ناخذ نشكروا بعضنا وسويلات سكين زادة والله سان في بليزير ميرسي ميرسي ياسمين عزيز خليك مود لافان للناس اللي تسمع فيك وللناس اللي مازالوا ما قاسوش بوتيتر يمشيوا للسبكتاكل غدوة في حمامات باين حاب نقول ناس الكل يجيو يجيو للسبكتاكل خاطر في حمامات خاطر عندي كان هذاك بوغ المومون ما نعرفش وقتاش نجم نعودها وماك تعرف اول واحده ديما احسن واحده خاطر مازال عندنا ليسبري لانرجي كل شيء جديده كل شيء بيان سور الحفلات الكل احسن وحيد مي معناتها الناس الناس باش يذكروها اكثر معناتها باش يقولوا من بعد اه واو الانرجي هذاك هكا رينا السبكتاكل محلاها ان شاء الله محلاها وزيد نحب نقول ديجا فما شطر للتسكر تبيعوا je suis vraiment très content من نحب الناس كل عندهم فرصه باش يشريوا تسكر نحب شون بعد الناس يجيو اخر وقت ويلقاو ما عادش فما سو بليز بليز باي يور تيكتس ان شاء الله الناس كل يجيو ونحبكم برشا مي فان عندي احسن فانيت ولا بالحق معناتها احسن فانيت تحيه كبيره اليوم ميرسي بوكو ياسمين عزيز نتمنى لك برشا توفيق وان شاء الله يا ربي بون شانس الغدوه ويتعدى لك سبيكتاكل هايل كيما تحب وانت ويبدا قدامك المسرح كومبلي وكيك تعمل برشا برشا جو يكون عرض ناجح مره اخرى ميرسي بوكو اللي جيت بحضنا